بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هناخد الجزء الثاني من شابتر 4 من كتاب فيلدر أند روسو، عنوان الشابتر Fundamentals of Material Balances. إن شاء الله النهاردة هنغطي جزء من البارت الثالث في الشابتر اللي هو Material Balance Calculations. هناخد الجزء الأولاني Flow Charts اللي هو Flow Sheets، في الجزء الثاني هناخد السكيلينج والبيزس كالكوليشن، وفي الجزء الثالث هناخد شويه قواعد لبالانس بتاعت البروسس. الحقيقه الجزء ده اللي هو 4 3 جزء مهم جدا، او يمكن اهم جزء في شابتر 4، لان هو ده بيحط القواعد اللي احنا بنبني على اساسها الماتيريال بالانس، اللي احنا بنعرف نعمل ماتيريال بالانس على اساسها. مسائل الماتيريال بالانس عموما ما هيش صعبة، لكن كل مسألة ممكن يبقى لها شكل مختلف أو طريقة مختلفة للمعالجة. فالقواعد اللي هناخدها هنا في الشابتر ده هتحط الأسس اللي احنا بنبني عليها ازاي نحل مسألة ماتيريال بالانس من غير ما نقعد نفكر كتير ونشوف دي تتحل ازاي ولا تتحلش ازاي. القواعد دي لو مشينا عليها ان شاء الله هتلاقوا اغلب مسائل الماتيريال بالانس بتتحل بسهولة جدا. في جزئين تانيين في البارت 3 في شابتر 3 انا مش هغطيهم في المحاضرة دي لسببين الحقيقة. السبب الاولاني عشان المحاضرة ما تبقاش طويلة زيادة، السبب التاني أهمية الديجريز اوف فريدم اناليسيس. فأنا عايز الديجريز اوف فريدم اناليسيس تبقى لوحدها أو تبقى في جزء محاضرة لوحدها، عشان الحقيقة الجزء بتاع ديجري اوف فريدم اناليسيس مهم جدا إن احنا نعرفه ونعرف نحل بيه أو هنستفيد بيه كتير جدا في حل المسائل بعد كده. نبدأ مع بعض الفلو تشارتس. الفلو تشارتس الحقيقة جزء مهم جدا من طبيعة عمل المهندس الكيميائي. الفلو تشارت ليها أسامي كتيرة جدا، بنسميها فلو شيت وده الاسم الدارج، بنسميها بروسيس فلو دايجرام وده الاسم العلمي الأساسي أو الصحيح بتاعها، البي اف دي أو البروسيس فلو دايجرام، وده اللي هتبدأوا تتعلموه إن شاء الله لما تطلعوا بكالوريوس وتبدأوا تدرسوا تصميم المصانع أو البروسيس ديزاين. بنسميها برضو احيانا بلوك فلو دايجرام. والحقيقه في الجزء بتاع الاسس او البرنسبلز اوف كيميكال انجينيرنج احنا هنتعامل دايما مع البلوك فلو دايجرامز. فالبلوك فلو دايجرامز دي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه مربعات وشويه اسهم. المربعات بتمثل الاجهزه والاسهم بتمثل الفلو ريتس او المواسير اللي بتوصل من جهاز الى جهاز تاني. ده مثال مثلا لاحد الفلو شيتس او البلوك فلو دايجرامز بتاع كومباشن تشامبر او عمليه احتراق. هنا عندي بيخش الوقود بروبين C3H8، بيخش معاه اكسجين ونيتروجين او هواء، ده هواء بالظبط كده عشان يحرق البروبين، بيطلع نواتج الاحتراق بدخلها على مكثف او كوندنسر عشان يكثف الميه نتخلص منها ويطلع عندي بعض الغازات من البروسيس. فدي بروسيس فلو دايجرام. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، أنا كل مربع من دول بحط له اسم، هنا هو المربع ده والمربع ده ليهم أسامي، دي أسامي البروسيس أو الأجهزة اللي موجودة في المصنع، وكل سهم من دول بيمثل ماسورة أو ستريم بتاع فلوريت جوه المصنع. فده الفلوشيت وده مهم قوي نعرف نعمله. مهم قوي ان احنا نعمل ليبلنج للفلوشيتس او الفلو تشارتس. يعني ايه ليبلنج؟ يعني احط المعلومات اللي عندي عليها. ليبلنج مش بيتضمن المعلومات بس، بيتضمن كمان المجاهيل. فيبقى الخطوة الأولى في موضوع الليبلينج إن أنا أكتب المعلومات المتوفرة عندي في المسألة فوق الستريمز. فلو مثلا قال لي عندي ستريم كونتيننج 21 مول برسنت أكسجين و79 مول برسنت نيتروجين عند 320 درجة مئوية و1.4 أتموسفير فلوينج أت ريت أوف 400 مول بر أور، هكتب الكلام ده بالمنظر ده. هكتب هنا 400 مول بر اور، 0.21 اكسجين او ومعاها 0.79 نيتروجين والتمبريتشر كذا والبريشر كذا. ناخد بالنا من حاجه ان في شابتر 4 انا الحقيقه التمبريتشر والبريشر مش مهمين عندي، بس بعد كده بدءا من شابتر 5 هيبقوا مهمين بالنسبه للحسابات بتاعتنا. ناخد بالنا من حاجه، انا هنا معرف لي الفلوريت والكومبوزيشن فانا ممكن اكتبها بالمنظر ده، وممكن لو عرف لي فلوريت وكومبوزيشن اكتبها برضو بالمنظر ده. يعني ممكن اكتب فلوريت وفراكشن، وممكن اكتب الفلوريت بتاع كل كومبوننت لوحده. يعني هنا ممكن اضرب 0.21 في 400 تطلع 84، اكتب 84 مول اكسجين و316 مول نيتروجين. تمام؟ فده ممكن. والحل الثاني ان انا اكتبها بالمنظر ده بالفراكشن يعني. فاحنا ممكن نكتب فراكشن وممكن نكتب مولر فلوريت او مولر
اماونت بتاعت اي كميه موجوده عندي. فده ازاي بكتب الكميات الجيفن في المساله. طيب السؤال الثاني، ازاي اكتب المجاهيل؟ المجاهيل حضرتك بتفرضها بناء على شويه قواعد. مثال مثلا، في المثال الماضي ده لو انا عندي 400 مول من الهواء بالتركيز ده، وهو ما قاليش كميه الهواء قد ايه، بس انا عارف ان هي فلوريت، ممكن اكتبها ان دوت، ان دوت مول بير اور هواء، وده الكومبوزيشن بتاعه. طيب لو انا ما اعرفش ان هو هواء، فانا مش عارف الكومبوزيشن ده، بس عارف ان هم 400 مول، ممكن اكتب 400 مول واكتب واي للاكسجين وواحد ناقص واي للنيتروجين، لان مجموعهم لازم يكون واحد، لان الفراكشن لازم مجموع حاصل مجموع الفراكشن الموجوده في اي ستريم من السبيشيز المختلفه يكون مجموعهم واحد. طيب هناخد شويه قواعد ازاي نكتب الانونز. القاعده الاولى ماس ومول فراكشن، بنكتب كل المجاهيل برموز ما عدا المجهول الاخير، نحط واحد ناقص اكس او واحد ناقص واي. فالفاريبلز نيمز نيدز تو بي اسايند تو اول بات 1، يعني نبقى عندي مثلا ثلاثه كومبوننت، هكتب واي 1 وواي 2 وواحد ناقص واي 1 ناقص واي 2، يبقى الثالث بتاعي بكتبه واحد ناقص الوايات اللي فوق. فدي اول قاعده لكتابه المول فراكشنز. لو مديني في راس المساله مثلا بيقول لي الماس بتاعت ستريم واحد نص الماس بتاعت ستريم اتنين، خلاص تقوم حاطط ام لستريم واحد واتنين ام لستريم اتنين، ما تكتبش ام واحد وام اتنين، لان انت دلوقتي عندك علاقه بينهم، فتحط العلاقه مباشره على الفلوشيت حتى يريحك في الحسابات. تمام، يبقى ام واحد وام اتنين ممكن نكتبها، ولكن الاسهل لي والاريح لي ان انا اكتب ان فلوريت واحد الفلوريت بتاعه ام، والفلوريت اتنين الفلوريت بتاعه اتنين ام. طيب لو اداني في مساله وقال لي انا عندي كميه النيتروجين ثلاث اضعاف كميه الاكسجين، 3 تايمز نيتروجين ان ستريم از اكسجين، في الحاله دي هنحط واي اكسجين بواي ونحط واي نيتروجين 3 واي، ما تكتبهاش واي واحد واي اتنين، تبقى اريح كتير قوي لو كتبت دي واي ودي 3 واي. ويا سلام لو هما الاثنين مع بعض في نفس الاستريم، يبقى انت عرفت واي بتساوي كام. يعني في الحاله دي مثلا لو واي و3 واي يبقى مجموعهم 4 واي. طب 4 واي بتساوي 1، يبقى واي بتساوي ربع 1 على 4، يبقى خلاص عرفت ان الواي بتاعت الاكسجين بتساوي 0.25 والواي بتاعت النيتروجين بتساوي 0.75. لو في حاجه ثالثه معاهم خلاص، يبقى دي واي ودي 3 واي، والثالثه هتبقى 1 ناقص 3 واي ناقص واي، يعني 1 ناقص 4 واي. فانا خد بالنا من القصه دي، مهم جدا لو اداني فلوريت بتاع كومبوننت ضعف او ضعفين او ثلاث اضعاف او مرتين ونص او ثلاث مرات، اي حاجه اكتبه بالمنظر ده. الحاجه الاخيره او القاعده الاخيره في كتابه الانونز اللي هي الفوليومتريك فلوريت. الفوليومتريك فلوريت احنا عمرنا بنعمل فوليوم بالانس، احنا بنعمل يا اما مول بالانس يا اما بنعمل ماس بالانس، مفيش حاجه اسمها فوليوم بالانس. فلو هو مديك فوليومتريك فلوريت او فوليوم، ما تنساش تحط في في الانونز الماس او المولر فلوريت بتاع نفس الستريم. فلو مثلا في الستريم ده هو مديني قال لي الفوليومتريك فلوريت عباره عن 2 متر مكعب بير اور، يبقى هكتب انا مجهول ان دوت مجهوله عشان اعرف احل المساله. فيبقى لازم لما يديني فوليومتريك فلوريت ما انساش اكتب يا اما مولر بالانس مولر اماونت او ماس اماونت او مولر فلوريت او ماس فلوريت، حسب المساله عامله ازاي. في اكزامبل هيبقى موجود على الجزء ده، هحله ان شاء الله وانزله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الجزء الثاني من محاضره النهارده بنتكلم على الفلو تشارت سكيلينج والبيزس اوف كالكوليشن. هنبدا بالفلو تشارت سكيلينج. تخيل حضرتك كده لو عندك فلو تشارت بالمنظر ده، عباره عن ان انا بخلط 1 كيلو بنزين مع 1 كيلو طولوين، هيطلع طبعا 2 كيلو التركيز بتاعهم 50% و50%. المنظر ده كده هو معمول له بالانس. حضرتك لو عملت بالانس توتال على السيستم هيبقى 1 زائد 1 بيساوي 2، الكلام ده مظبوط. لو عملنا بالانس على البنزين هيبقى 1 بيساوي 2 في نص، الكلام ده مظبوط. لو عملنا بالانس على الطولين هيبقى 1 بيساوي 2 في نص، فهنا البروسيس دي معمول لها بالانس مظبوط. فلو انا عندي اي بروسيس معمول لها بالانس مظبوط، اقدر اعمل لها سكيلينج. يعني ايه سكيلينج؟ سكيلينج ان انا اضربها في رقم او اقسمها على رقم عشان اكبر الكميات او اصغر الكميات. لو انا بكبر الكميات بسميه سكيلينج اب، لو انا بصغر الكميات بسميه سكيلينج داون. الحقيقه السكيلينج ده مهم جدا في حل مسائل لما تبقى الفلو شارت غالبا كبيره قوي. يعني لما تطلعوا ان شاء الله في مشروع التخرج وتعمل بالانس على مشروع تخرج على مصنع متكامل، هتلاقي ان انت
اريح لك ان انت تبقى عارف الفيد قد ايه. ولكن غالبا المساله بتعرف ان هو عايز انتك في السنه كام كيلو متر او كام كيلو جرام او كام طن من ماده معينه. فانت بيبقى جيفن غالبا البرودكت، لكن اريح في حل المساله ان انت تبقى عارف الفريش فيد او الحاجه اللي داخله البروسيس قد ايه. في الحاله دي بنفرض فريش فيد، نحل المساله كلها على بعضها بالفرضيه اللي انا عملتها، وبعد ما اخلص حل المساله اعمل سكيلينج اب او سكيلينج داون عشان اطلع الكميه اللي انا عايز انتجها في المصنع ده. والكلام ده هتشوفوه بالتفصيل ان شاء الله في مشروع التخرج وانتوا في بكالوريوس باذن الله. مثال بس هناخده دلوقتي على موضوع السكيلينج. لو انا مثلا الرقم ده كده هو 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام ده انا عملته في المعمل وعايز اروح المصنع انتج حاجه، طب ده انا ممكن اكتب اضرب الرقم ده في 300، يبقى هخلط 300 كيلو جرام من ماده البنزين مع 300 كيلو جرام من الطولوين عشان يدوني 600 كيلو جرام. ده انا مش ممكن بس اغير الكميات، ده انا ممكن اغير اليونتس كمان. ده انا ممكن اخلي كيلو جرام تبقى كيلو جرام بير اور، او اخلي كيلو جرام تبقى باوند ماس، ما انا بقسم على كميه او بضرب في كميه، فما فيش عندي مشكله. اهم حاجه ناخد بالنا منها ان احنا عشان نعمل سكيلينج اب او سكيلينج داون للبروسيس لازم تكون موزونه. الحاجه الثانيه الفراكشن ما بيحصلهاش سكيلينج، دي نقطه مهمه جدا. هنا ده نص ونص، هنا فضل نص ونص، هنا فضل نص ونص، فالفراكشنز سواء مول او ماس فراكشن ما بيحصلهمش سكيلينج. النقطه الثالثه او النقطه اللي لازم ناخد بالنا منها برضو ان احنا الماس ما نقدرش نحولها لمول، والمول ما نقدرش نحوله لماس. طب امال اعمل ايه مثلا لو دي 1 كيلو جرام وانا عايزها 1 كيلو مول؟ حضرتك لازم ترجع للموليكولار ويت بتاع الماده زي ما خدنا في شابتر 3-3 ونعمل الطريقه الطبيعيه لتحويل الماس لمول او المول لماس. فالسكيلينج انا بحافظ على الماس تفضل ماس او مول يفضل مول، اقدر اغير كميته، اقدر اغير اليونتس بتاعته، ولكن ما اقدرش احوله من ماس لمول ولا العكس. فدي نقطة مهمة وهيبقى عليها اكزامبل ان شاء الله 4-3-2 هنحله وننزله ان شاء الله. الحاجة الثالثة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة هي البيزس اوف كالكوليشن. طيب ايه هو البيزس اوف كالكوليشن؟ البيزس اوف كالكوليشن هو الاساس اللي انا بحسب عليه. لازم يكون عندي في المسألة كمية معينة، كمية يعني فلوريت أو أماونت، كيلو جرام أو باوند أو باوند بير أور أو كيلو مول أو مول، عشان أعرف أعمل الحساب بتاعتي. البيزس أوف كالكوليشن عادة باخده زي ما هو مديهوني في المسألة. لو هو في المسألة عرف لي بيزس اوف كالكوليشن معين، اداني مثلا زي المساله اللي فاتت دي، اداني ان انا عندي 1 كيلو جرام بالتولوين مخلوط مع 1 كيلو جرام من البنزين، خلاص يبقى هو ده البيزس اوف كالكوليشن بتاعي، ومش لازم اتعب نفسي كتير عشان احط بيزس اوف كالكوليشن من عندي. لو هو مديني في المساله اكتر من كميه، يعني لو مديني كميتين او ثلاث كميات، خلاص يبقى ما اقدرش افكر اصلا ان انا اغير البيزس اوف كالكوليشن. طيب ايه حكايه بقى البيزس اوف كالكوليشن؟ في بعض المسائل بتلاقيه مديك كميات بس، سوري، بتلاقيه مديك فراكشنز ولكن مش مديك كميات. يعني if no stream amounts or flow rates are known، لو انت مش عارف لا كميات ولا flow rates تقدر تفرض بيزس، خلي بالك الاستريم واحد فقط. مهم قوي القصه دي. ما اقدرش افرض بيزس لاثنين ستريمز. لو انا هحسب بيزس يبقى هفرض بيزس لستريم واحد بس، ما اقدرش افرض بيزس لاثنين ستريمز. وخلي بالك لو عندك ستريم جيفن ما تقدرش تاخد بيزس برضه. لو ستريم عارف الكميه بتاعته او الفلوريت بتاعته ما تقدرش تاخد بيزس عشان تحل المساله، الا لو لغيت البيزس الاولاني. ودي ما بنعملهاش كتير الحقيقه. فيبقى نقطة مهمة جدا في قصة البيزس اللي هم الشرطين دول. الشرط الأولاني عشان أفرض بيزس لازم ما يكونش حاجة جيفن، ولما تيجي تفرض بيزس ما تفرضش غير بيزس واحد بس، ما تقدرش تفرض اتنين بيزس. طيب أفرض البيزس ده على أي أساس؟ والله لو معرف لك في المسألة ماس فراكشن يبقى أنت تفرض ماس فلو أو ماس أماونت. لو معرف لك مول فراكشن يبقى تفرض مول فلو أو مول أماونت. طب أفرضه في أني ستريم؟ أفرضه في الستريم اللي أنت عارف الفراكشنز بتاعته. ويا حبذا لو كان الستريم ده هو الفيد، يبقى ده احلى حاجه في الدنيا. لو هو مديك الفراكشنز بتاعت الفيد تفرض البيزس بتاعك في الفيد وتحل المساله، بتبقى دي اسهل جزء بالنسبه لنا. الجزء الاخير في المحاضره دي ان شاء الله هيبقى على القواعد اللي بنلتزم بيها واحنا بنعمل بالانس لبروسس، اللي هو مسميها في الكتاب بالانسنج ا بروسس.
تخيل كده لو عندنا 3 كيلو جرام بنزين بنخلطهم مع 1 كيلو جرام طولوين في بروسس، ده جيفن، ده الجيفن تمام. وانت عملت كتبت رسمت الفلوشيت بتاعك، هيبقى الفلوشيت بتاعك بالمنظر ده. هتبقى عندك هنا 3 كيلو جرام بنزين، وهنا 1 كيلو جرام طولوين، هنا هيبقى اما دوت في الاوتبوت، وهيبقى اكس بنزين وواحد ناقص اكس طولوين. عشان نحل المساله دي ممكن نعمل، لازم نعمل ماتيريال بالانس. طب انا اقدر اعمل كام ماتيريال بالانس؟ اقدر اعمل 3، اقدر اعمل ماتيريال بالانس على البنزين، اقدر اعمل ماتيريال بالانس على الطولوين، اقدر اعمل توتال ماتيريال بالانس. فانا عندي توتال وبنزين وطولوين ماتيريال بالانس. طبعا المساله دي مساله ما فيهاش رياكشن وستيدي ستيت، فيبقى عندي الانبوت بتساوي الاوتبوت. طب تعالوا نحل المساله. عشان نحل المساله دي اسهل حاجه ان انا احل، اعمل اول حاجه توتال ماتيريال بالانس. لو عملت توتال ماتيريال بالانس او ماس بالانس هيبقى 3 زائد 1 بتساوي ام دوت، 3 زائد 1 هتساوي ام دوت، يطلع ان ام دوت بتساوي 4 كيلو جرام بير مينت. الخطوه الثانيه هعمل بنزين بالانس تمام، هيبقى 3 بتساوي الام دوت في الاكس، الام دوت انا عرفت ان هي 4 هتساوي ال 4 في الاكس، يبقى عرفت على طول ان الاكس هتساوي 3 على 4 هتطلع 3 ارباع كيلو جرام بنزين لكل كيلو جرام توتال. فيبقى انا عرفت الاكس بتساوي 0.75، ومنها عرفت ان الواحد ناقص اكس بتاعت التولوين بتساوي 0.25. ناخد بالنا من حاجه مهمه، انا هنا عملت 2 ماتيريال بالانس بس، رغم ان انا لسه قايل لحضرتك ده انا اقدر اعمل 3. يبقى في نقطة مهمة جدا نتعلمها دلوقتي، ان انا اكبر رقم من الماتيريال بالانس اللي انا اقدر اعمله في اي بروسس بيساوي عدد الكومبوننتس اللي موجودة عندي. يعني انا في المسألة اللي فاتت كان عندي بنزين وتولوين بس، فقدرت اعمل 2 ماتيريال بالانس حلوا المسألة. الماتيريال بالانس الثالث بتاع التولوين ملوش معنى، لانه ديبندنت، لانه معتمد على الماتيريال بالانس بتاع البنزين والاوفرول او التوتال. فلما عملت التوتال ماتيريال بالانس والبنزين ماتيريال بالانس خلاص كده انا عرفت احل المساله. تخيل حضرتك كان واحد جه يحل المساله عمل بنزين بالانس وعمل طولوين بالانس، كان هيعرف يحل المساله؟ كان هيعرف يحل المساله، ولكنه كان هيحتاج ان هو يحل معادلتين في مجهولين. فيبقى نقطه مهمه برضو نحل اني ماتيريال بالانس الاول. فحضرتك قبل ما تيجي تحل المسألة يا ريت تفكر شوية تشوف انهي ماتيريال بالانس هيحل لي اسرع، انهي ماتيريال بالانس في اقل النونز عشان يحل المسألة. في المسألة اللي فاتت نرجع لها كده اهو، لو انا عملت ماتيريال بالانس على البنزين هتقول ايه؟ 3 هتساوي ام دوت في اكس، صح؟ لو عملنا ماتيريال بالانس على الطولوين هنقول 1 هتساوي ام دوت في 1 ناقص اكس. كده دول معادلتين في مجهولين اللي هو الاكس والام دوت، هتعرف تحلهم؟ هتعرف تحلهم، ولكن هتحل معادلتين في مجهولين عشان تحل المساله. ولكن لو احنا حليناها زي ما احنا عملنا، ان احنا عملنا الاوفرول او التوتال بالانس الاول، 3 زائد 1 بيساوي ام دوت، طلعت الام دوت على طول بتساوي 4، بقى عندك في المعادله الثانيه مجهول واحد عرفت تحله. فيبقى حرفنت الطالب او حرفنت المهندس الكيميائي وهو بيحل ماتيريال بالانس ان هو يعرف يختار من اين تؤكل الكتف، تبدا بالماتيريال بالانس اللي هيحل لك اسرع حاجه. فيبقى دي نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنحل المسائل، وهيبقى في برضو اكزامبل على الجزء ده هحله وانزله لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.